أنا دكتور إيمان عزت، مدرس دكتور بجامعة القاهرة ومؤسسة حملة حماية لتوعية الطفل والأسرة ضد خطر التحرش. بشارك النهاردة مع مؤسسة قضايا المرأة في المؤتمر الجميل بتاعهم عن دورنا إيه في إن إحنا نحط مناهج تعليمية تخص توعية الطفل. لأني مؤسسة حملة حماية ضد التحرش دي أول حملة في مصر والوطن العربي توعي الطفل، أحب أقول لكل أب وكل أم وكل تربوي إن الأطفال زي الكبار بيتعرضوا للتحرش، لكن بيسيب فيهم أثر نفسي شديد، بيسيب فيهم أثر نفسي شديد جدا لأن هم أطفال. وإحنا شغالين على موضوع التوعية ده، بنعلمهم يعني إيه حدود جسمهم، بنعلمهم إزاي يقولوا لأ، بنعلمهم يفرقوا بين اللمسه الحلوه واللمسه الوحشه. وكمان كل هدفنا واملنا انه اللي بنعلمه للاطفال في حمله الحمايه بس بطريقه تطوعيه ونشاط خاص انه يبقى موجود في مناهج التربيه والتعليم، فيبقى كل طفل ضامنين انه لما يخش من اول كي جي 1 او من اول سن حضانه لغايه سته ابتدائي هو خد معلومات كافيه عن الثقافه الجنسيه وعن التوعيه الجنسيه. ده حلمي، وحلمي قرب يتحقق، واعتقد في سنه من السنين ادرك درس من دروس التوعيه الجنسيه في سنه رابعه، بس حلمي كبير انه يبقى طفل من اول كي جي 1 لغايه خمسه ابتدائي او سته ابتدائي بياخد معلومات متدرجه عن الموضوع دوت، بحيث زي ما بنديله تربيه دينيه وتربيه موسيقيه وتربيه فنيه نديله كمان تربيه جنسيه. في خمس خطوات نحمي بيها الطفل من التحرش. اول حاجه ان احنا نتكلم معاه ونوعيه، لان مش ممكن اقول للطفل انت ليه رحت مع شخص ضايقك وانا ما قلتوش قبل كده ما يروحش مع حد. فالوقايه خير من العلاج، فاوعيه الاول وافهمه ايه حدود جسمه، ايه هي المناطق الخاصه، وانه في حاجه اسمها لمسه حلوه ولمسه وحشه. الحاجه الثانيه اديله الشجاعه واديله الجرأه انه يتكلم ويروح يحكي. في اطفال كتير قوي بيحصل معاهم مواقف تحرش وبيخافوا يروح يقول بابا وماما، ليه؟ لان بابا بيضرب وماما بتزعق وبتعاقب عقاب جامد جدا، في حين التربيه الايجابيه تقول ان هي عواقب مش عقاب. اطمنهم كمان، اكد له انه اللي عمل كده لازم ياخد عقاب. فهم ثلاث حاجات: اعلمه وافهمه ووعيه، اطمنه، وفي نفس الوقت اكد له انه لما يتكلم ويقول على شخص ان هو ضايق واتحرش بيه يبقى الطفل متاكد ان الشخص ده هياخد عقاب، مش يقول ونعمل هيصه في الاخر الموضوع كله ينزل على ما فيش.